ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي هيعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية، وده بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب التعرف على الكلية المرشح لها من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للتنسيق لمعرفة الكلية المرشح لها، ثم يقوم بطباعة بطاقة الترشيح، وده في ضوء الحد الأدنى المعلن عنه في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة. النهاردة هيواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ خطته التدريبية الجديدة لعام 2024-2025 على مدار الأسبوع الثالث على التوالي، وبيأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتأهيله وتدريبه في كافة مؤسسات الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، ومن خلال تنفيذ رؤية الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة. وبيشهد مركز التنمية المحلية بسقارة انطلاق الأسبوع التدريبي الثالث من خطته التدريبية للعام الحالي بتنفيذ 4 دورات تدريبية، وهي الأسبوع الأول من دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية، والأسبوع الأول من دورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام وطرق التأثير على الجمهور، ودورة تطوير الإدارات الهندسية، ودورة إدارة المشروعات مستوى متقدم PPA أو PMI. ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدورات 112 متدرب من جميع المحافظات. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. هيلتقي برنتفورد مع كريستال بالاس في تمام الساعة 4 العصر. في تمام الساعة 6:30 هيلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري. هيلتقي الداخلية مع البنك في تمام الساعة 5:30 عصراً. في نفس التوقيت هيلتقي المقاولون مع الجونة. وفي 9 ليلاً هيلتقي الاتحاد مع المصري. وفي نفس التوقيت هيلتقي زد مع سيراميكا.